مرحبا، أنا دكتور عبد الحليم عربيات، أخصائي جراحة العظام والمفاصل، متخصص في علاج جميع أنواع الكسور جراحيا أو تحفظيا وإصابات الطب الرياضي في الركبة أو الكتف وتنظير المفاصل. ويتم علاج جميع آلام المفاصل وتبديل المفاصل جراحيا وجراحة العمود الفقري وإصابات الديسك وجراحة العظام الأطفال وتشخيص خلل الولادة مبكرا. ونتمنى سلامة للجميع.